سريعا بس احنا عايزين نتكلم قبل ما، لان وقت فقرتنا قرب يخلص، انه ليه الناس مقبله على فكره استخدام الانترنت بشكل كبير جدا لدرجه توصل للادمان؟ لانه ليه اسباب كتيره جدا كلنا يمكن عارفينها. اول حاجه بيمتاز بالسريه الشديده والتامه، ان انت بتقدر تستخدم الانترنت وتعمل سيرش على اي حاجه من غير ما حد يخترق خصوصيتك ويعرف انت بتدور على ايه. تاني حاجه انه استخدام الانترنت ممكن يبقى سهل جدا وانت قاعد في البيت، ما بتحتاجش ان انت تلبس تنزل وتعمل مجهود عشان تستخدم الانترنت ده وانت قاعد في البيت في اوضتك على السرير. الانترنت طبعا ليه كمان استخدام انه في اي وقت عايز تعرف اي حاجه بتعرفها، لو انت قاعد في مصر عايز تعرف حاجه في الصين بتعرفها. ده طبيعي. الفكره انه اقبال الناس على الانترنت بقى يا جماعه لاسباب كتيره جدا جدا، احنا يمكن قلنا حاجات بسيطه منها، لكن استخدامه لازم يبقى بحدود وبعقل اكتر من كده، لانه اثاره السلبيه خطيره جدا 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 على الصحه النفسيه والصحه العقليه والصحه البدنيه.